مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة للعدوان المحتمل على سوريا. منذ الأمس وتتوالى التصريحات والتطورات حيال سوريا، لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي وفي جلسة استماع لوزيري الخارجية جون كيري والدفاع تشاك هيجل ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ديمسي، حاولت معرفة التداعيات المتوقعة للضربة المحدودة ولكنها لم تحصل على جواب شاف، وحاولت معرفة تأثير الضربة على قوة النظام السوري ولم تحصل على اليقين كذلك. على المقلب الآخر، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي بالكذب بشأن المزاعم حول استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية، ورد نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد على الإدارة الأمريكية بأن سوريا ماضية في مواقفها حتى لو اندلعت حرب عالمية ثالثة. في ظل هذه التطورات، هل حسم خيار العدوان الأمريكي نهائيا أم أن هامش المناورة لا يزال قائما في قمة العشرين؟ للإجابة على هذه التساؤلات مشاهدينا الكرام وغيرها، ينضم إلينا من سوريا الدكتور بسام أبو عبد الله مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية، ومن فرنسا عبر سكايب السيد جيل مونيي الصحافي ورئيس جمعية صداقة الفرنسية العراقية، ومن واشنطن الدكتور أشرف البيومي المحلل السياسي، وعبر الهاتف من موسكو عماد الطفيلي خبير العلاقات الروسية العربية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. أبدأ معك دكتور أشرف في واشنطن، تابعت بالأمس أكيد يعني الجلسة، جلسة الاستماع للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، وحقيقة كان هناك يعني تبريرات حاول وزير الخارجية الأمريكي تقديمها. هل كانت هذه التبريرات حيال هذه الضربة المحدودة كما يسميها، هل كانت مقنعة للكونغرس، أعضاء الكونغرس أولا ومن ثم للرأي العام الأمريكي؟ نعم. أولا، ما نشر اليوم في الواشنطن بوست حول تأييد أو معارضة أعضاء الكونغرس، واضح أن العينة التي عرضتها الصحيفة أن غالبية الأعضاء، أنا بتكلم على مجلس النواب في الكونغرس الهاوس أوف ريبريزنتيف، يميلون أو ضد التدخل. ثانيا، خلي بال حضراتكم أن هؤلاء الأعضاء يهتمون برأي المناطق التي انتخبتهم، والحقيقة الآن هناك 59% من الشعب الأمريكي في استطلاع الرأي الأخير ضد هذه الحرب، وهناك من لا يعرف كيف يصوت، وقلة قليلة هي التي تؤيد الحرب. واضح جدا أنه رغم الإعلام المكثف والمزيف حول الأدلة وخلافه، لم تنجح في تغيير رأي الأمريكيين، بل أن المعارضة تزداد. البارحة كنت في مظاهرة أمام البيت الأبيض، ونستعد لمظاهرة يوم السبت أمام البيت الأبيض ظهرا، وستذهب إلى الكابيتول اللي هو مقر الكونغرس لشحذ المعارضة. حضرتك ذكرت سؤال مهم، الأمر لم يحسم، وبالتالي واجبتنا الآن هو المساهمة في حسم هذه الأمور ضد الحرب، سواء في المستوى الأمريكي هنا في واشنطن أو في بلادنا العربية. يعني دكتور أشرف، دكتور أشرف اسمح لي كي أستوضح منك هذه النقطة فقط. فضل. يعني أنت تتابع الإعلام الأمريكي بطبيعة الحال، هل التبريرات التي قدمها وزير الخارجية جون كيري بالأمس لم تكن مقنعة بالنسبة للإعلام الأمريكي؟ بالمرة، يعني أحب أوري المشاهد النهاردة في واشنطن بوست. امبارح على فكرة أنا تحدثت وقدمت أسئلة يجب الإجابة عليها للجمهور الذي شارك في المظاهرة. اليوم النهاردة في الواشنطن بوست وبالصدفة هناك، ما أعرفش هتشوف هذه أسئلة للكونغرس، بعض هذه الأسئلة أسئلة هامة جدا في على كل حال تساعد المواطن الأمريكي. صحيح دكتور أشرف، يعني الأدلة المتابع، وبالمناسبة أنا
نعم المتابع بالأمس لجلسة الاستماع حضرتك المتابع بالأمس لجلسة الاستماع نعم. دكتور أشرف حقيقة يعني يعرف ومن يعرفون بما يسمى لغة الجسد يعرفون بأن وزير الخارجية الأمريكي كان محرجا ومرتبكا وعلى غير عادته. دعني أنتقل لفرنسا والسيد جيل مونيه. أضيف نقطة باختصار شديد. باختصار شديد الملاحظ في جلسة الاستماع هو موقف جنرال ديمسي رئيس الأركان المؤسسة العسكرية غير راضية وغير مرتاحة للحرب المحدودة صحيح. أو غير محدودة في سوريا صحيح. هذا طيب. واضح تماما. طيب سيد جيل مونيه هل هناك اعتراض داخل فرنسا في الأروقة السياسية وضمن الشارع الفرنسي على أي تدخل عسكري فرنسي في سوريا الآن؟ Pour commencer, disons que trois Français sur quatre sont pour vote au Parlement. بداية علينا أن نذكر أن الأمر هو قيد التصويت في البرلمان. صحيح. وتبدو الاستفتاءات أن أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون بالرئيس أولاند ولا يمكنهم أن يتبعوا الرئيس في هذا القرار. هذا ما يدل عليه الرأي العام الفرنسي. لكن حاليا إضافة إلى الرأي العام نلحظ أن هناك نقاش واسع داخل مجلس الشيوخ وداخل مجلس الأمة وهناك الكثير من البرلمانيين الذين لم يحسموا أمرهم. الاشتراكيون هم بأكثريتهم داعون لهذا التدخل وأتباع حزب الخضر أو البيئة هم ضد هذا التدخل وهناك أحزاب أخرى ضد التدخل وأيضا الحزب اليساري أي حزب ديغول السابق هم مع هذا التدخل. لكن شريطة أولا أن يتم نشر التقرير الصادر عن الخبراء الأمميين لمعرفة من هي الجهة التي قامت باستخدام يعني الأسلحة الكيميائية صحيح يكون ضمن إطار سوريا. إطار الأمم المتحدة. ولكن الإدارة الفرنسية الرئاسة الفرنسية هل حسمت خياراتها بشأن شن حرب على سوريا او عدوان على سوريا بشكل ثنائي بعيدا عن يعني مجموعه دوليه ام انه تنتظر ايضا موافقه من الاتحاد الاوروبي او بعض الدول الاوروبيه التي يبدو انه في غالبيتها ترفض التدخل العسكري خارج القانون الدولي؟ اعتقد في الواقع أن مسألة انتظار رأي الدول الأوروبية الأخرى هي مسألة لمضيعة الوقت ليس أكثر. الرئيس الفرنسي هو بشكل واضح تابع للولايات المتحدة الأمريكية وينتظر ليرى ما الذي ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية. وفرنسا منذ أيامها الأولى كانت لديها مكانة هامة في سوريا وكانت تعتبر أن سوريا هي انعكاس لفرنسا في الشرق الأقرب والشرق الأوسط وأي نصر في سوريا هو نصر لفرنسا. بالتالي هي ستتدخل في سوريا الآن لأنها قررت القيام بذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا وقررت أن تقلب نظام الرئيس الأسد النظام البعثي إذن تماما كما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل ذلك مرارا وتكرارا في الماضي. طيب. ما نظرنا إلى التحالف بين الأمريكيين وبين الإخوان المسلمين وكل تلك المحاولات التي باءت فشلا في الماضي. طيب سيد جيل ولكن يعني الدخول بشكل ثنائي في هذه المعركة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن رغبة أو موافقة الاتحاد الأوروبي ألا يضع فرنسا في موقف محرج لأنه ربما مصالح الاتحاد الأوروبي بسبب هذا القرار الفرنسي في المنطقة العربية قد تتضرر؟ بالطبع فرنسا تملك الكثير من المصالح في المنطقة والرئيس أولاند حاليا لم يهتم كثيرا بهذه المصالح. لقد تدخل في مالي من دون حصول على اتفاق من البرلمان ورئيس الكرسي تدخل في ليبيا من دون حصول على اتفاق من البرلمان. بالتالي نحن نشهد حكما ملكيا ديمقراطيا إنجاز التعبير. فالرئيس يتصرف انطلاقا من الدستور لكن ذلك قد يؤدي إلى زج البلاد في حرب ضد رأي
السبب الأعظم من الفرنسيين، وأيضا ضد جزء كبير من الأوروبيين، فهناك الكثير من الأوروبيين الذين يعارضون الرأي الفرنسي الذي هو استنساخ للرأي الأمريكي، تماما كما كان ساركوزي والرؤساء الفرنسيين السابقين أتباع الأساس الأمريكية مثلا في حرب الخليج. نعم دكتور بسام، هناك تصريح لافت حصل اليوم أو أطلق اليوم من قبل نائب وزير الخارجية السوري حول ضرب تركيا والأردن إذا شاركتا في العدوان على دمشق. هل حقيقة دمشق جادة في هذا الخيار، أي الذهاب حتى نهاية المطاف ولو حصلت حرب عالمية ثالثة؟ طبعا أولا مساء الخير. مساء النور. طبعا بالتأكيد الأمور وصلت في القضية السورية إلى خيارين، إما تسوية كبرى أو أن هناك حرب كبرى، وواضح أن صراع الإرادات والمصالح الآن بين أطراف هذا الصراع الكبير وصلت إلى نقطة حرجة جدا، ولهذا نحن في لحظة حرجة وحساسة. كما أشار الدكتور أشرف بيومي من واشنطن، يجب أن نبذل كل الجهود لمنع وقوع الحرب. بالتأكيد لا أحد في المنطقة، لا في أمريكا، لا الشعب الأمريكي يريد هذه الحرب، ولا الفرنسي يريد هذه الحرب، ولا الشعب السوري يريد هذه الحرب، وخاصة أنه يعاني منذ سنتين ونصف من قتل وإجرام حقيقي ويومي، وبالتالي فنحن في كل أحوال الحرب لا أحد يطمح إليها، والقوي كما قال الرئيس أسد هو الذي يمنع الحرب وليس الذي يشعلها. هنا قوة الدولة وهنا، ولكن أنا ما لاحظته البارحة وأعتقد أني تابعت حتى وقت متأخر من الليل المناقشات الكونغرس الأمريكي والجلسات والحملة الإعلامية التي تشن من خلال استضافة محللين سياسيين وأعضاء كونغرس وكبار مراكز يعني الباحثين في مراكز البحوث الأمريكية. سأعطيك ملاحظاتي الأولية هكذا. طبعا أولا لاحظت أن هناك تخبطا كبيرا وترددا كبيرة، وهناك خوف حقيقي من الدخول في مثل هذه الحرب. صحيح، وهذا ما أشرنا إليه في بداية هذه الحلقة. نعم. دكتور تماما ليس لأن الولايات المتحدة لا تمتلك قوة، هذا الكلام ليس صحيح، ولكن لأن تبعات هذه الحرب ستكون كارثية. صحيح. خاصة وأن الحديث عن استخدام السلاح الكيميائي ومحاولة جون كيري في الكونغرس الأمريكي الحديث عن الضمير والأخلاق الإنسانية، طبعا هذا الكلام لا ينطلع على أحد، لأن أمريكا أول من استخدم أسلحة الدمار الشامل في 6 آب 1945 ضد اليابانيين في هيروشيما وناكازاكي. ونستطيع أن نعدد طبعا عن عملية إبادة البشر بالنسبة للولايات المتحدة كثيرا. النقاش ليس في قضية أننا بضمير أو بلا ضمير، ففي مثل هذه العلاقات الدولية وفي مثل هذه المصالح الكبرى واللعبة الكبرى لا مجال للحديث هنا عن الجانب الأخلاقي كثيرا، بالرغم من أن المحور الذي يواجه الولايات المتحدة يتمتع بدرجة عالية من الاحترام للقانون الدولي ومن الأخلاقيات ومن الجانب الحضاري، وهو ما يختلف كثيرا عن الجانب الآخر الذي ينظر إلى العالم وكأنه فقط نفط وغاز ومال. طيب. ولا ينظر إلى جانب الشعوب. أنا ما أراه الآن أن الفتيل يمكن أن ينزع، ولكن أنا بتقديري أن الولايات المتحدة وحلفائها يريدون ثمنا كبيرا، وأعتقد أن سوريا إذا كان هذا الثمن ليست لن تدفعه، وبالتالي فإن الأمور قد تتجه إلى مواجهة كبرى. هل ما هو هذا الثمن دكتور؟ من الواضح أن الأثمان كثيرة، هم يودون فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، فيما يتعلق بقضايا التسوية، فيما يتعلق بأمن إسرائيل، فيما يتعلق بمحور المقاومة، الكثير من المطالب لدى الولايات. طيب. المتحدة. يعني باختصار الابتعاد، هم يريدون الابتعاد. نعم. أو ابتعاد سوريا عن محور الممانعة والمقاومة في المنطقة. أنت ذكرت يعني جلسة الاستماع. وهذا الأمر منذ عام 2003. نعم. طلب يعني. تطرقت إلى جلسة الاستماع التي حصلت بالأمس في الكونغرس الأمريكي. وزير الخارجية الأمريكي المتابع لهذه الجلسة يعني يشعر بأن وزير الخارجية الأمريكي يبدو مطمئنا إلى أن النظام السوري أو سوريا لن ترد على هذه الضربة المحدودة كما يقول، ويبدو أن الرجل لديه معطيات معينة، أليس كذلك؟ يعني بتقديري هذا أنا لم أشعر أنه طبعا مطمئن لهذه القضية. أولا الحديث عن ضربة محدودة يعني هذا كلام تحدثت عنه الولايات المتحدة في حالة يوغوسلافيا وتحدثت عنه في حالة العراق. أنا بتقديري قد يفاجأ جون كيري، والمشكلة هنا والسؤال الرئيسي لدى أعضاء الكونغرس ولدى الشارع الأمريكي إذا صح التعبير،
أنهم يريدون أن يعرفوا ما الذي سيلي هذه الضربة، ثم ما الذي ستؤديه إلى نتيجة سياسية. المشروع الأمريكي الغربي الآن واضح أنه يهدف إلى قلب النظام بالرغم من تأكيدات الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الكلام كذب. نحن أنا من الذين لا يصدقون الأمريكان، لماذا أصدق جون كيري ولا مثلا وبالأمس كان كولين باول يكذب. أنا بتقدير الشخصي أن الولايات المتحدة ستتورط في حرب قد تجعل مصداقيتها في الحضيض، وعادة عن جهية القوة ولغة شروط العالم يجب أن تنتهي. هنا المشكلة الأساسية التي تعيشها المؤسسة الحاكمة الأمريكية. ولهذا فأن الرئيس أوباما عندما لجأ إلى الكونغرس ليس لأنه ضعيف ولا يمتلك سلطة بموجب الدستور الأمريكي، بل لأن هناك أزمة حقيقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في أنها تخرج من حرب إلى حرب ولا تتعلم الدروس، وهي في أزمة حقيقية مالية واقتصادية. هذا الشعب الأمريكي يعارض الحرب في الوقت الذي الولايات المتحدة تخفض نفقاتها العسكرية ثم تريد الدخول في حرب. هناك أسئلة جوهرية وأساسية تتعلق بالمنظومة الحاكمة الأمريكية والغربية، متى تتوقف ومتى تدرك بأن هناك قوى أخرى تشارك هذا العالم، ومتى تدرك بأن هناك قانون دولي. أولا في حالة سوريا الكل لاحظ البارحة أن جون كيري كان يكذب حتى من خلال إشارات الجسد عندما استخدم هذه الإشارة أكثر من مرة، وكان يحك خلف رأسه، وكل إشارات تدل على الكذب، والكل لاحظ صحيح هذا الأمر. صحيح وكان محرجا أيضا. طيب الدكتور يعني هناك إحراج ولم يضع عينيه أمام الكاميرا، يعني كان عينيه دائما مطاطئة الأسفل لأنه يكذب يعني بشكل واضح جدا، وهو يعرف أن هذه ليست حقيقة. طيب يعني دعني أنتقل للسيد عماد الطفيلي في موسكو. كان هناك موقف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال بأنه روسيا قد تؤيد يعني أو توافق على عمل عسكري في مجلس الأمن تحت غطاء دولي إذا ثبت بأنه حقيقة النظام السوري استخدم الكيميائي في الغوطة الشرقية. هذا الموقف قد فسره البعض على أنه ربما يعتبر تراخيا من قبل موسكو حيال الأزمة السورية. أولا تحية لكم ولضيوفكم ولكل مشاهدي قناة الميادين. تحية لك. يعني فيما يتعلق بما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا قد تؤيد أو توافق على الضربة العسكرية أو في حال تم التأكد، لأنه متأكد تماما من أن السلطات السورية لم تستخدم أي غازات أو أي مواد كيماوية في حربها ضد المتمردين والمرتزقة الأجانب في سوريا. هذا أولا. القيادة الروسية متأكدة تماما عبر يعني كما سبق وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بأن لدى روسيا أدلة ووثائق وصور من الأقمار الاصطناعية. طيب أستاذ عماد، على ذكر هذه الأدلة، عفوا لو قطعتك، يعني على ذكر هذه الأدلة حقيقة تم الحديث قبل فترة عندما حكي عن موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، تم الحديث عن أنه هناك أدلة لدى موسكو، ولكن بعد فترة وجيزة اندثر هذا الموضوع كليا وكأن شيئا لم يكن. إن كان هناك أدلة واقعية حقيقية ثابتة لدى موسكو، لماذا لا تقدمها للأمم المتحدة، للولايات المتحدة الأمريكية، تظهرها في وسائل الإعلام؟ أعتقد بأن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت بأنه لدى روسيا أدلة وقدمت إلى الأمم المتحدة، ولكن كما قيل الشركاء الغربيين يعني يشككون في ذلك، لأنهم يعتبرون بأن يعني استنتاجاتهم لما جاء هي الأصح. هذه المسألة. طيب ولكن أريد أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن يعني الإدارة الأمريكية تريد بأي شكل من الأشكال أن تورط السلطات السورية وكأنها هي التي استخدمت. يعني طبعا حتى أصدرت الحكم على النظام السوري قبل أن توصل نتائج التحقيقات، وهذا دليل ساطع على أنهم يبيتون هذه كما جرى بالضبط في العراق، حيث أن وكالة المخابرات الأمريكية قدمت تقارير بأنه يوجد لدى نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل وإلى آخره. وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا وأيضا هذا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بأنه يعني ما حصل أو هذه الصور التي عرضت عن ضحايا الكيميائي هذه صور مفبركة من قبل تنظيم القاعدة دون أي أدلة أو إثباتات. نعم، حتى قيل بأنها مشاهد من الأحداث العراقية التي جرت سابقا. أريد أن أشير إلى مسألة بالنسبة للإدارات الأمريكية، يعني عودت العالم حتى أدخلت الإدارات الأمريكية مصطلح جديد في العلوم السياسية وهو مصطلح الإزدواجية. الإزدواجية المعايير في كل شيء، يعني حتى إزدواجية المعايير بالنسبة للإرهابيين، يعني يقول هذا إرهابي جيد. عنصر القاعدة الذي يقاتل في أفغانستان يعتبر إرهابي، أما عنصر القاعدة الذي يقاتل السلطات السورية فهذا مقاتل ويجاهد في سبيل الله. نعم. ولهذا الإزدواجية أيضا تنطبق فيما يخص الأنظمة العربية، يعني هذا نظام ديكتاتوري سيء وهذا نظام استبدادي جيد. ولهذا أن الولايات المتحدة تنطلق من مصالحها الشخصية من الفكرة أصبحت واضحة، الفكرة أصبحت واضحة. دعني أنتقل للدكتور أشرف في واشنطن. دكتور أشرف، أنت خبير سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن كنت يعني أصبت الحقيقة. لا لا لا، لست خبيرا سابقا. لا، في أنا كنت مسؤول. لا لا، أنا كنت مسؤول فريق ملاحظة توزيع الغذاء في العراق قبل العدوان عليها. طيب. وذلك بعد أن أحلت عن معاش كأستاذ جامعي. جيد، على كل حال أيضا هذا الموضوع ربما يفيد، لأنه هناك ارتباط بين ما حصل في العراق وما قد يحصل في سوريا. طبعاً. حقيقة دكتور المتابع بالأمس لجلسة الاستماع يعرف يعني ببساطة بأن هناك أهداف استراتيجية غير القضاء على الأسلحة الكيميائية كما تزعم الإدارة الأمريكية. ما هي هذه الأهداف برأيك؟ أحسن سؤال يجب أن يسأل الآن هو هذا السؤال، بس اسمح لي في دقيقة واحدة تعليقات قصيرة عما قيل. اتفضل باختصار شديد لو سمحت. باختصار شديد، نانسي بيلوسي اللي هي رئيس الحزب الديمقراطي في مجلس النواب قالت سنة 2002 أنه لا شك أن صدام حسين لديه أسلحة كيميائية وبيولوجية. من أيام قليلة 27 أغسطس 2013 تقريبا نفس الكلام، الحكومة السورية لا شك أن لديها أنها استخدمت السلاح الكيماوي. زميل تحدث عن التخبط الأمريكي، تصور الأهداف الأمريكية اتقالت كإزاي؟ أولا مرة أمن قومي، مرة مصالح أمريكية، مرة حماية حلفاء، مرة تدخل إنساني، مرة إسقاط النظام، منع استخدام السلاح الكيماوي. نجي لسؤال حضرتك، أمال إيه بقى الهدف؟ الهدف للمرة الألف والألفين هو تنفيذ المشروع الشرق أوسطي الذي يعطي هيمنة أكبر وكاملة للكيان الصهيوني وإضعاف الدول العربية وعلى رأسها سوريا والعراق ومصر. فتدمير العراق ليس من فراغ، للأسف الشديد نحن أصبحنا نفكر في جزئيات. سوريا ليست معلقة في فراغ، هي مرتبطة بعالمها العربي وعالمنا العربي مرتبط ببقية العالم، وبالتالي الأهداف واضحة تماما. واسترعى انتباهي في جريدة الواشنطن بوست، نعم، لا ربي، نيويورك تايمز اليوم، التي تؤكد أن إسرائيل هي المحرك الأساسي لكل هذه العملية. ولكن أحب أقول لملاحظة مهمة جدا، أن بعد فرح عام في إسرائيل على أن ضربة ستوجه إلى سوريا، الآن المناخ اللي موجود في إسرائيل هو مناخ خوف. في مناخ خوف النهاردة في إسرائيل، لأن ابتدوا يدركوا أن في تبعات خطيرة ممكن أن تحدث. وبالتالي انت عارف طبعا احنا مش مخابرات، فالاجهزه المخابرات بتتناقش مع بعضها. صحيح. فيبدو ان اجهزه المخابرات بلغت القياده الصهيونيه
العملية مش بالبساطة، وأنكم ممكن تتعرضوا لضربات صحيح حقيقية. يعني لا أحد حقيقة لا أحد يعرف ماذا يمكن أن تكون تداعيات هذه الضربة أو هذا العدوان. اسمح لي أن أنتقل يعني اسمح لي أن أنتقل للسيد جيل عفوا يعني المقاطعة. جنرال ديمسي جنرال جنرال ديمسي ده مش شيء هين، ده يمثل المؤسسة العسكرية الأمريكية. نعم. بوضوح المؤسسة الأمريكية غير راضية وغير مشجعة وغير صحيح. مرتاحة للضربة العسكرية صحيح، سواء محدودة أو غير محدودة، لأن ما فيش حاجة اسمها محدودة. نعم. خصوصا بالنسبة لسوريا. سيد جيل، الموقف الرسمي الفرنسي يقول إن عدم الرد على الكيميائي يكلف أكثر من الرد عسكريا بعملية محدودة. لو سمحت أوضح لنا هذه النقطة في ميزان الربح والخسارة، كيف يمكن يعني أن نقيم الرد وعدم الرد بالنسبة لفرنسا؟ علينا أن نعود إلى ما حدث في العراق. في العراق فرنسا لم تلتحق بركب أمريكا في هذه الحرب، ولم يكن لديها أي مصالح اقتصادية، وفي نهاية المطاف لم تحصل فرنسا إلا على بعض الفتات مما خلفه الأمريكيون. بالتالي أعتقد أن فرنسا لديها نظرة استعمارية جديدة حينما يحدث في سوريا. فرنسا تعتبر أن دول المغرب العربي هي باحتها الخلفية، وفرنسا ولبنان وسوريا هما أيضا من جزء من هذه الباحة الخلفية منذ الحرب العالمية الأولى. فهذه الدول تشكل الكثير من العقود الهامة المحتملة مثلا لإعادة بناء سوريا بالتعاون مع أنظمة عالمية أخرى. والآن نسمع الكثير يتحدثون عن احتياطيات الغاز في التربة السورية، وكما قال ضيفك الكريم المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الشديد. لقد بدأت هذه الحالة منذ حرب الخليج الثانية من خلال اعتماد سياسة التوماهوك وسياسة العقوبات التي لم تفضي نفعا وما آلت إلا إلى إعاثة الخراب والفوضى في المنطقة. نعم. وبالتالي البعض يستفيدون من الفوضى، ويقول البعض أن الفوضى بناء، لكنها ليست بناء بالنسبة إلى هذه البلدان، لكنها تؤدي فقط إلى بناء بعض الدويلات الصغيرة في المنطقة، وهذا ما تصبو إليه إسرائيل. بالتالي بالنسبة إلى الشركات الكبرى، بالنسبة إلى كل تلك المؤسسات والمنشآت الكبرى الأمريكية، نعم ليس في سوريا الكثير من النفط لكنهم استفادوا من النفط العراقي، لكن هناك دوما هذا الميل إلى التوجه شرقا، حيث لا شك في أن المنطقة تخدم مصالح هذه البلدان انطلاقا من سياسة العولمة. نعم سوريا نقطة صغيرة على الخارطة لكنها نقطة هامة جدا نظرا مقربتها من إسرائيل، ولا بد بأي ثمن كان من حماية إسرائيل ومن الإفراط حتى بحماية إسرائيل. بالتالي انطلاقا من هذا المفهوم، التدخل في سوريا من خلال قصف هذا البلد، ذلك لن يكون سوى البداية، بداية حرب قد تكون عالمية. طيب. وهذا ما عبر عنه وزير الشؤون الخارجية، الوزير السوري للشؤون الخارجية، تماما كما أن ذلك يستهدف حزب الله في لبنان. وعندما وجه حزب الله قيل أن ذلك هجوم ضد إيران. نعم، يعني أنا فهمت منك أنه فرنسا الآن تحاول تعويض مفاتها من حرب العراق، ويعني معظم التحليلات في الصحف الفرنسية تشير في هذا الاتجاه، ولكنها تقول بأنها تمتلك أدلة دامغة على تورط النظام السوري في استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية. ما هي هذه الأدلة؟ ما هي؟ لا لا لا، لا يملك أحد أي
أدلة، فلو كانت هذه الأدلة متاحة لكانت قد عرضت، والرئيس بوتين معه حق عندما قال لو كنتم تملكون الأدلة عرضوها علينا. نعم، نعرف جميعا أن سوريا تملك الكثير من مخازن الأسلحة الكيميائية، وكان فرنسا تملكها في الماضي وهذا معروف للجميع، وهناك بلدان أخرى تملك احتياطيات من الأسلحة الكيميائية والبعض الأسلحة النووية حتى. المشكلة ليست هنا، المشكلة هي أن هذه ليست سوى ذرائع، المشكلة لا تتعلق بالأدلة. هذه البلدان تريد أن تهاجم سوريا وأن تقلب النظام كما قامت بقلب النظام العراقي ونظام القذافي، وهذا هو بيت القصيد. هي فقط مغامرة عسكرية، هي مغامرة وفتح استعماري جديد لهذه البلدان، ولن تكبح لجام هذه البلدان إلا بالطريقة الملاسمة على الأرض، وليست هذه سوى البداية. طيب، يعني هذا الكلام الذي تفضلت به حقيقة، الرئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي يقول ذات الكلام بأنه هذه الأدلة غير مقنعة وشكك فيها بشكل واضح. هذا الموقف، يعني هذا موقف من قبل شخصية أوروبية مرموقة، هذا الموقف ومواقف أخرى ربما، ألا يضع فرنسا في موقف محرج أمام حلفائها الأوروبيين، وربما أيضا يضر بالمصالح الفرنسية داخل الاتحاد الأوروبي؟ شخصيا لا أعتقد ذلك، لأن فرنسا تعتقد دائما أن تملك الكثير من المصالح في الشرق الأوسط، وهي مختلفة عن مصالح دول مثل ألمانيا وبولندا، بالتالي هي لا تكترث بتاتا بمواقف هذه البلدان حول هذه المنطقة، وفرنسا ستواصل سياستها بالاشتراك مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. تريد أن تكون إذن في الفريق الذي يقوم بالضربة لكي تستفيد من العقد والأعمال. طيب، أشكرك جزيل الشكر السيد جيل مونيه، صحفي ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية العراقية، على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم سنواصل هذا الحوار، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. دكتور بسام، في دمشق أكيد اطلعت على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي حدثنا عنه الأستاذ عماد الطفيلي من موسكو قبل قليل. هل تعتقد بأن هناك تردد في الموقف الروسي، لم يكن يعني على المستوى المأمول؟ لا، أنا أختلف في هذه القضية مع كثيرين. طبعا دائما المشكلة أن البعض يشكك في الموقف الروسي حتى اللحظة الأخيرة. نعم. عندما يكون لدى الروس هذا الحجم الكبير من الأساطيل والمدمرات، وعندما تكون روسيا قد قدمت لسوريا كل إمكانيات الدفاعية، وعندما قال السيد وزير الخارجية الأستاذ وليد المعلم أنهم سيرون مفاجآت، لم يكن هذا الكلام من فراغ أو لمجرد التهديد، وخاصة من شخصية دبلوماسية مشهود لها بالهدوء. طيب، S-300 لماذا لم يقدم؟ هلا أنا لست عسكريا، ولكن أنا أعتقد أن لدى سوريا الكثير من المفاجآت، ولذلك أنا يعني لا أستطيع أن أتحدث عن أسرار عسكرية، قليلون من يعرفون حتى في سوريا ماذا لدى سوريا، ولكن أنا أؤكد لك أن لدى سوريا، وخاصة أن وزير الدفاع الإيراني أيضا أكد هذا الأمر، سيفاجؤون بالكثير من الأشياء إذا لم نضف إليها قدرات المقاومة ولم نضف قدرات حلفاء سوريا. ولذلك هذه الحرب بإمكان أمريكا أن تبدأ بالتدمير، ولكنها لا يمكن أن تنهي هذه الحرب كما حصل في حرب تموز 2006، وهي ستكون حرب فاصلة، لأن الروس لماذا هم جزء من هذه الحرب؟ أنا أقول لك بكل بساطة ووضوح، الروسي هو يعتبر أولا ليس فقط وجوده على المتوسط، بل يعتبر بأن الفشل في سوريا هو فشل له لاستراتيجيته، كما أن ذلك يمس الأمن القومي الروسي،
فسوريا لا تبعد كثيرا عن الحدود الروسية، إضافة إلى خوفه من موضوع التطرف الديني والقاعدة الذي عانى منه لعشرات السنين، خاصة وأن خلال مباحثات بندر في موسكو تم الحديث عن هذه القضية كثيرا، وبالتالي فإنه يدرك بأنه يدافع عن أبواب موسكو من خلال أبواب دمشق، إضافة إلى أن الروس يؤمن بالقانون الدولي والأمم المتحدة وهذه القواعد القانونية التي إما أن تحترم، وبالتالي هو يشارك بجزء من إنتاج نظام دولي جديد يجب أن ينهي أحادية القطبية للولايات المتحدة. لذلك نعم. هذه قد تكون بالنسبة للولايات المتحدة حرب فاصلة فيما يتعلق بولادة نظام دولي جديد، روسيا تلعب دورا كبيرا. تتوقعون مشاركة عسكرية روسية بشكل مباشر؟ يعني أنت تحدثت عن الأساطيل الروسية الموجودة في شرق المتوسط. لا 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 اطلاقا، ولم يقل احد، وعندما قال السيد سيرجي لافروف اننا لن نقف الى اي طرف، سوريا لا تطلب جنود، نحن لدينا ملايين كما يقال في سوريا، وكله يدافع عن وطنه، ونحن لم نعتدي على الولايات المتحده ولم نهاجم الولايات المتحده، نحن في وطننا ونقاتل للدفاع عن تراب وطننا، وهذا شرف لكل انسان ان يدافع عن تراب وطنه، سواء كان كما قال الرئيس اسد رئيسا او مواطن. هذه لحظه تاريخيه، نحن لا ننتظر من روسيا، ولكن انا متاكد ان روسيا قدمت كل ما تستطيع وستقدم كل الدعم التقني المطلوب، وأعتقد أن كشفها عن الصواريخ البارحة رسالة واضحة إلى الجميع بأن لا يلعبوا بالنار، لأن المنطقة على برميل بارود كما قال سماحة السيد خامنئي أيضا، كل هذه الإشارات تريد ردع الطرف الآخر الذي يريد تورط المنطقة في الحرب من أجل الدخول في تسوية، ولكن وبالتالي فالموقف الروسي يدخل ضمن هذا الإطار. لا أحد يطلب من روسيا جنود، وليس مطلوبة من روسيا جنود، المطلوب الدعم، وهذا الدعم متوفر، هو سياسي وهو دعم اقتصادي وهو دعم عسكري أيضا. طيب دعني أنتقل للسيد عماد الطفيلي. يعني الدكتور بسام قال كلمة جوهرية بأنه هناك علاقات استراتيجية بين روسيا وسوريا. حقيقة هذا الحلف استراتيجي، بالإضافة إلى أنه سوريا تعتبر يعني بوابة روسيا إلى الشرق الأوسط، في حال لم ترد روسيا عسكريا، لم تتدخل عسكريا لدعم حليفتها، هذا الموضوع ألا يؤثر على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط؟ ألا يضعف هيبة روسيا ونفوذ روسيا في المنطقة؟ بالطبع، يعني أنا أؤيد بالكامل يعني ما قاله الدكتور بسام أبو عبد الله من أن روسيا تعتبر أيضا الدفاع عن سوريا أو سقوط سوريا يعتبر كأن ضربة للمصالح القومية الروسية، وهذا الأمر يعود لعدة أسباب. أولا يعني في حال استلام المجموعات الراديكالية والمتطرفة الحكم في سوريا فستكون تداعيات هذا الأمر سيئة على كل الأقليات الدينية، بالإضافة إلى امتداد الإرهاب إلى مناطق القوقاز الروسي، وهذا ما تخاف منه روسيا، دعم الإرهابيين في الشيشان وغيرها في منطقة القوقاز. ولهذا روسيا طبعا ستقدم كافة أشكال الدعم إلى سوريا اقتصاديا وعسكريا، وقدمت كل منظومات الأسلحة الحديثة البحرية والجوية. طيب ولكن سيد عماد، إذا مباشرة كما قال وزير الخارجية الروسي لن تتدخل روسيا مباشرة في حرب مباشرة، لأن هذا بمثابة إعلان حرب عالمية ثالثة، يعني ضرب العراق كل العالم بغنى، ضرب العراق عام 2003 دون تفويض من مجلس الأمن ولم تتدخل روسيا، غدرت روسيا وطعنت في الظهر في ليبيا ولم تتدخل عسكريا، والآن سوريا حليفتها قد تتعرض لعدوان. أنا أتحدث عن الأمور بشكل معنوي، معنويا هذا الدور الروسي، هذا النفوذ الروسي الذي تطمح إليه بأن يتوسع روسيا بوتين في المنطقة، ألن يعني ينهار أو ربما يتعرض لبعض الضربات السلبية إنجاز التعبير؟ اولا الموقف الروسي من الازمه السوريه ثابت وواضح، يعني ليس هناك اي تراجع، يعني كما يبدو للبعض من ان هناك تراخي في الموقف الروسي او غيره، بالعكس روسيا يعني تقف الى جانب سوريا حتى الرمق الاخير، والاسباب معروفه، يعني سوريا هي القلعه الاولى لحمايه المصالح القوميه الروسيه،
لأن طيب. روسيا تقع على الحدود الجنوبية لروسيا. جيد جيد، باختصار لو سمحت، بأنه سيكون هناك يعني أي تردد أو أي تغيير في السياسة الروسية. طيب. أصبح هذا الموضوع واضح سيد عماد، ولكن اسمح لي ولو باختصار شديد يعني أن تجبني على هذا السؤال، سياسيا كيف يمكن أن يكون الرد الروسي؟ يعني روسيا تسعى بكل ما في وسعها دبلوماسيا للعمل يعني على نزع فتيل التفجير، يعني وغدا ستكون قمة العشرين في سان بطرسبرغ. نعم. يعني وسيكون هناك لقاءات للمسؤولين، ويعني رجح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن يكون هناك لقاء منفرد مع الرئيس بوتين، يعني علما أن الرئيس الأمريكي أعلن بأنه لن يلتقي بالرئيس، ولكن يعني كل الأمور واردة ومن الممكن أن يتم اللقاء ويكون هناك يعني تفاهم ما حول الأزمة السورية، حول تسوية الأزمة السورية ونعمل. نعم. ذلك. طيب دكتور أشرف، في واشنطن من الرسائل المهمة التي تحاول الإدارة الأمريكية توجيهها هي رسالة إلى إيران من خلال هذا العدوان المحتمل على سوريا وإلى حزب الله، وقال بالأمس جون كيري بأنه إيران يعني لن تتدخل، وأيضا يبدو أنه لديه يا إما معطيات يا إما اطمئنان أو إلهام. ما الذي يمنع إيران برأيك من أن هي أيضا توجه رسائل قوية للولايات المتحدة الأمريكية ولا تنتظر الرسائل التي ستوجه إليها؟ وبالفعل إيران وروسيا وجهت رسائل قوية. روسيا وإيران مشتركين في الوضع، هناك أجهزة استخباراتية تعاون الحكومة السورية لتتبع الإرهابيين، هناك أشياء لوجستية وتدريبية وأسلحة وخلافه، وبالتالي هي بالفعل واجهت رسائل. هذه الرسائل لابد أن تكون سرية، لأنه ولكن يمكن نحن أن نستخلصها، فإيران ممكن أن تغلق مضيق هرمز مثلا، كل هذه الأشياء واردة. الشيء الثاني وبسرعة أحب أقول أن روسيا اليوم في عهد بوتين غير روسيا حتى في عهد ميدفيديف، وقطعا هي ليست روسيا وقت ضرب العراق، ولذلك المقارنة غير واردة. ثانيا احتمال روسيا أن تتراجع عن موقفها، روسيا لو تراجعت عن موقفها الآن سيكون خسارة مضاعفة لها. روسيا لا تملك أن تتراجع، ولكن أتفق مع الأساتذة الذين تحدثوا إن مصالح روسيا الاستراتيجية بالنسبة لنفسها كدولة عظمى، وأيضا بالنسبة للمصالح الاقتصادية، وأهم من ذلك بالنسبة للأقليات والإرهاب الدولي الذي سيأخذ منحا أخطر إذا استمرت الأمور في. فأنا الحقيقة أوافق الضيفين أن موقف روسيا قوي، ولا أعتقد أنه يجب أن يشتركوا عسكريا لأن هذا تصعيد خطير. أضيف أيضا أن الأدلة التي لدى بوتين لا يمكن أن يعرضها علنا في هذه الصورة. بوتين ورد خبر عاجل دكتور أشرف، ورد خبر عاجل قبل قليل نقلا عن الخبراء الروس يقولون بأنه الهجوم الكيميائي يشبه هجمات سابقة نفذها مسلحو المعارضة، يعني وهذا تصديقا لما تقوله أنت. نعم نعم. طيب. نعم يا أستاذ، بس ما كمل النقطة، بوتين لديه دلائل. طيب كيف يستعمل هذا الكارت؟ يعلنها على الصحافة؟ لا، هو لا يريد أن يحرج أوباما إحراجا شديدا، وهو ينتظر مقابلة مع أوباما حتى يقدم له هذه الدلائل. ولكن هناك يعني ممكن أن نعرف هذا. أولا الدلائل الفرنسية انهارت تماما، وليس هناك دليل على مركبات فوسفورية عضوية وغاز سارين فيه. ثانيا هناك تناقض بين الدلائل الاستخباراتية الأمريكية مع الفرنسية مع البريطانية، يعني العملية فيها فوضى كبيرة. طيب. ثالثا إن كان حد عاوز يعرف الدليل القاطع مين اللي ضرب غاز السارين، يتصل تليفونيا ببندر ابن سلطان، هو الذي أدار العملية والذي مول العملية، وهو الذي دكتور أشرف إن
دلائل على تهريب سارين من تركيا في السابق، وسارين ديبونتي اللي هي ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مارس الماضي قالت أن الدلائل تشير أن الإرهابيين هي ما قالش الإرهابيين، قال لك المتمردين المسلحين هم الذين قاموا بالهجوم. وقد نشرت هذا الخبر وكالة الأناضول. باختصار شديد جدا لو سمحت، هناك من يقول بأنه ما يحصل الآن على الساحة الدولية هو محاولة للضغط على الأقل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتوجه باتجاه تسوية سياسية معينة على هامش قمة العشرين للضغط على الطرف الآخر للحصول على امتيازات ومكاسب على مقاس المعارضة. هل توافق هذا الرأي؟ هذا وارد جدا، ولهذا اسمح لي يا أستاذ دقيقة واحدة أن أستخدم هذا المنبر الهام قناة الميادين لأن أحدد واجبات هامة للمواطنين العرب في كل مكان في لبنان وفي مصر بالذات. أولا أنه لابد أن يكون هناك تحرك شعبي عاجل. البعض يتصور أن هذا غير مهم، أنا بقول أنه غاية في الأهمية لأن الموقف غير محسوم، موقف واضح من المثقفين. وكفاية بقى الدلع بتاعة نحن بنقلد الدولة السورية ولا الشعب دكتور السوري. دكتور أشرف، في حلقة ماضية نحن تحدثنا عن موضوع موقف المثقفين، تحسين العلاقات بين الحكومة المصرية والسورية. دكتور بسام، باختصار شديد جدا لو سمحت، هل اطلعتم على مبادرة السيد نوري المالكي؟ وإن كنتم اطلعتم هل توافق الحكومة السورية على هذه المبادرة؟ يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث باسم الحكومة السورية هنا، ولكن من باب التحليل دعني أقول أي مبادرة، يعني الحكومة السورية تجاوبت مع كل المبادرة وهي جاهزة، ولكن دعني أكون واضحا في هذه النقطة. نحن أمام ليس معارضة، نحن أمام، وآسف أن أقول هذه الكلمة خاصة الخارجية منها، أمام عملاء للولايات المتحدة، وبالتالي فأعتقد أن الحديث يجب أن يكون مع أمريكا وليس مع عملائها الذين كشفوا. وأعتقد أن جون كيري قال أن لدينا أناس على الأرض، لدى أمريكا قال الجيش السوري الحر، وبالتالي آسف أن أقول لك أن هؤلاء بالنسبة لي كمواطن سوري خونة يجب أن يلاحقوا بموجب القانون. أشكرك جزيل الشكر الدكتور بسام أبو عبد الله، مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن أيضا الدكتور أشرف البيومي المحلل السياسي، والسيد عماد الطفيلي خبير في العلاقات الروسية العربية. 2003 2003 دكتور انتهى الوقت. 2003. شكرا لك وايضا اشكر السيد جيل مونيه، صحفي ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية العراقية، والشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. الى اللقاء.